السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم اللي هو معالجة البيانات والأنظمة العددية. طبعا الأنظمة العددية قبل أن نتطرق للأنظمة العددية نخش لمعالجة البيانات. خلينا معالجة البيانات. شو معنى معالجة البيانات؟ معناها تحليل البيانات. تحليل البيانات يعني مجموعة من البيانات نجمعها مع بعضها ونقوم بتحليلها، يعني إجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها للغرض الحصول على المعلومات. يعني هي نجمع البيانات ونقوم بتحليلها وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها للغرض للحصول على المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار. يعني لما نجمع البيانات ونقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية، بعد ذلك نحصل على المعلومات. بعد نحصل على المعلومات من هنا يمكنني أن نتخذ القرارات. طبعا البيانات لا تكون المعلومات الناتجة عن البيانات أو عن معالجة البيانات لا تكون صحيحة إلا من أن إدخالك للبيانات يكون صحيح. يعني لما تدخل البيانات صحيحة طبيعي بتحصل على معلومات صحيحة، لكن بتحصل على معلومات خاطئة هذا في هذاك الوقت أنك أنت أصلا مدخل بيانات شنو خاطئة، فطبيعي بيكون المعلومات خاطئة. مراحل معالجة البيانات اللي هي مرحلة جمع البيانات وتجهيزها، مرحلة معالجة البيانات، ومرحلة تحليل البيانات. بعدين عندي طرق معالجة البيانات. عندي أول حاجة الطريقة الأولى اللي هي المعالجة اليدوية، تستخدم عندما تكون البيانات قليلة فقد نستخدم الورقة والقلم والآلة البسيطة مثل الآلة الحاسبة، وتمتاز هذه الطريقة بسهولة وقلة التكاليف. المعالجة الإلكترونية Electrical Processing تستخدم عندما يكون حجم البيانات كبير أو عندما تكون العمليات المطلوبة معقدة، في مثل هذه الحالات تستخدم الحسابات لإنجاز هذا النوع من المعالجات. ننتقل إلى أنماط معالجة البيانات. أنماط معالجة البيانات يقصد بها كيفية معالجة البيانات، أي الطريقة التي يتم فيها تنفيذ الأعمال، وفيما يلي بعض الأنماط التي نقوم بمعالجة البيانات. عندي واحد المعالجة المباشرة Online Processing، المعالجة المباشرة، حيث يكون هناك اتصال مباشر مع أجهزة الحاسب الكبيرة والصغيرة باستخدام شاشة العرض وشبكات الاتصال، وذلك لتباين أو تخزين البيانات لأكثر من مستخدم. ومثال على ذلك نظام حجز وبيع تذاكر الطيران للاستفسار عن الرصيد في المصارف، أو الاستفسار عن معلومات تخص طلبا معينا. المعالجة بالدفعة، وفيها يتم تجميع كل البيانات وإدخالها إلى الحاسب على فترات متتالية على هيئة دفعات، يتم معالجتها كوحدة واحدة. مثال على ذلك مؤسسة الكهرباء، حيث تجمع جميع إيصالات تحصيل الكهرباء ثم تعالج كدفعة واحدة. يعني نجمع الفواتير نتاع اليوم ونتاعات أمس ونتاعات أول أمس ونتاعات أسبوع مثلا، وبعدين ندخلها بالدفعة كدفعة واحدة. يعني بدل كل يوم ندخل فاتورة، لا، كل ما نجمع مجموعة من الفواتير على سبيل المثال ندخلها كوحدة واحدة مع بعض.
بعدين عندي المعالجة بالمشاركة، وهي المشاركة في استخدام وحدة المعالجة المركزية لأكثر من شخص. في نفس الوقت عن طريق تخصيص وقت محدد للأجهزة الطرفية التي تستخدم كوحدات إدخال وإخراج، وتكون على مسافة من الجهاز الرئيسي، بحيث تعمل هذه الأجهزة الطرفية في نفس الوقت، ويشعر كل مستخدم أنه الشخص الوحيد المستخدم للجهاز. ومثال على ذلك نظام الفنادق ونظام حجز مقاعد الطيران. يعني تم أنت لما تحجز مقعد في طائرة معينة، وأنا نبي نحجز مقعد في طائرة معينة، كرسي في طائرة معينة أو مقعد، هنا بالزمن بيكون مقياس، مرات دقيقة أو ثانية أنت تغيب فيها تلقى الكرسي اللي أنت كنت بتحجزه انحجز خلاص معاش. يعني هنا بالمشاركة الزمنية يعني الزمن بيكون محدد في المعالجة بالمشاركة الزمنية. بعدين عندي المعالجة الآنية اللي هي المطابقة للواقع، وفيها يتم الاتصال بالحاسب مباشرة، وبالتالي الاستجابة لأي أسئلة وفي وقت سريع جدا. أيضا تتم معالجة البيانات مباشرة في زمن يقاس بالميكرو ثانية. كمثال على ذلك اللي هو الأنظمة الخاصة بالدفاع الجوي، حيث يتم رصد الطائرة المعادية من خلال الرادار، ومن تم يعالج الحاسب هذه البيانات بسرعة فائقة، ومن خلال هذه المعالجة يحدد موقع وسرعة الطائرة، ويتم إطلاق الصاروخ لإصابتها. ما هي الأشياء التي لا يستطيع الحاسب عملها؟ في أشياء الحاسب لا يستطيع أن يؤديها ب أو يعني لا يمكن الحاسب أن يقوم بالعمل هذا. واحد، التخطيط وإيجاد الحلول للمشاكل ومن ثم اتخاذ القرار. الحاسب ما يخططش، الحاسوب ما يخططش، عبارة عن أنت تعطيه وهو ينفذ، لكن يفكر أو يخطط أو يجد لك حل لا. المهمة متاعه شنو؟ أنك تعطيه بيانات وهو يعالج البيانات، أما أنه هو يخطط أو يجد لك حل لمشكلة معينة هذا مستحيل على الحاسب. اثنين، الحصول على نتائج صحيحة من خلال برنامج خاطئ أو بيانات خاطئة. الحاسب ولا يمكن يعطيك برنامج أو معلومة صحيحة وأنت مدخل بيانات خاطئة، فلهذا أنت دخل البيانات صحيحة بحيث تحصل على معلومة صحيحة. بدون العنصر البشري لا يمكن أداء أي عمل إلا إذا طلب منه المستخدم عن طريق برنامج بروجرام. يعني الحاسب ما يمكنش يدي لك أي برنامج ما دام أنت ما عطيتاش شنو اللي هو المطلوب منه. هو شنو مثلا دخل بيانات، دخل برنامج، دخل أي شيء، بعدين هو في هذاك الوقت بيكون يعني ضروري من إدخال العنصر البشري. الحاسب لا يمكنه حل مسألة لا يمكن الإنسان إيجاد حلها. أي شيء الإنسان ما يجد لاش حل ما تتوقعش أن الحاسب يجد لك حله. يعني حاجة عزج عليها الإنسان خلاص ما فيش في أن الحاسب يجد لك حله. ليش؟ لأن الحاسب الفرق بينه وبين الإنسان إن الحاسب يتلقى معلومات أو يتلقى بيانات. يعني إن إذا أنت ما دخلت لاش بيانات ولا يمكن يعطيك معلومة. يعني ضروري من إدخال العنصر البشري في اللي هو للحاسب الآلي، بحيث ان لما انت تدخل المعلومه في هذاك الوقت يكون شنو البرنامج منتهي، ان الحاسب
يستقبل هذه البيانات وبعدين يعالجها ويقوم بعملية تخزينها في الذاكرة، وبعدين أنت تحصل على معلومة صحيحة، بس بشرط إذا كانت البيانات اللي أنت دخلتها صحيحة في هذاك الوقت تكون شني المعلومة صحيحة. بعدين عندي اللي هو الأنظمة العددية. الأنظمة العددية تمام، قصدي سفر